ما حكم تقليد المسلم للمذاهب الأربعة؟ وهل المسلم واجبه أن يأخذ من القرآن مباشرة ومن سنة رسول الله مباشرة أيا كان، أم الأمر فيه تفصيل؟ الجواب عن هذا باختصار أيها الإخوة نقول: بل إن الواجب الأساسي الذي يخاطب الله عز وجل عباده به هو أننا نأخذ شريعة الله من كلامه، يعني من القرآن، نأخذ شريعة الله عز وجل من الوحي الذي تنزل على محمد عليه الصلاة والسلام. إن كان وحيا متلوا فهو القرآن، وحي غير متلو يعني من لسان المصطفى صلى الله عليه وسلم فهو الحديث، هذا هو الأصل. ثم إذا كان هذا الإنسان المسلم لم يتأت له أن يتعلم كتاب الله عز وجل، ولم يتأت له أن يعني يعلم منهج استنباط الأحكام من النصوص، منهج استنباط الأحكام من السنة، لم يتمرس بذلك، طيب ففي هذه الحالة يصدق عليه قول الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نعم، إذن الأصل قولا واحدا أن نتجه إلى القرآن وإلى السنة. لكن زيد من الناس فلاح يذهب صباحا إلى حقله، نعم، ثم يعود في المساء إلى داره ولا يتفرغ لدراسة الشريعة نهائيا، يمكن هو قراءة القرآن لا يتقنها من مشاغله وأمور وما إلى ذلك، كيف يمكن أن نقول له يجب أن تأخذ شريعة الله مباشرة من القرآن؟ مستحيل. نعم، كذلك الآخرون يعني ناس في أطباء، مهندسين، مزارعين، سياسيين، وظائف كثيرة كلها تحول دون أن يتفرغ هذا الإنسان لمعرفة كيفية استخراج القرآن من استخراج الأحكام من نصوص القرآن أو من نصوص السنة. في هذه الحالة بالنسبة لهؤلاء الناس يجب، لا أقول يجوز، يجب على كل منهم أن يتبع إماما من الأئمة الذين نعم أجمعت الأمة على أنه يوثق باجتهادهم، مستقيمون، صادقون، ورعون، دينهم غالي عليهم إلى آخر. نعم، هذا هو الواجب. طيب، في عن أربعة مذاهب، هذه المذاهب المدونة التي وصلت إلينا بيقين تماما، هل من فرق بين مذهب وآخر؟ يعني إذا جاء فلان من الناس قال: والله أنا أريد أن يعني ألتزم وأنا لا أستطيع أن أفهم القرآن ولا أفهم السنة، من هو الإمام الذي تختاره لي؟ نقول له: وكلهم من رسول الله ملتمسون. نعم، رشفا من البحر أو نقلا من الديم، ما هيك بيقول إمام البوصيري؟ طيب، فنقول له: كل يعني مثاب تكون أنت فيما إذا أخذت منهم. الشافعي منيح، الإمام أحمد منيح، الإمام مالك منيح، أبو حنيفة منيح، وهدول التانيين منيح كمان، لكن لن تستطيع أن تعلم اجتهاداتهم تماما. سأل سؤالا آخر، قال: حسنا، أنا اتبعت واحدا من هؤلاء الآئمة وعزمت على أن أتبعه في كل ما اجتهد فيه، هل يجب علي طول عمري أن لا أحيد عنه، أم يجوز لي
نعم أن أنتقل منه إلى تقليد غيره، وبعد حين أنتقل من هذا الثاني إلى تقليد ثالث، نقول له في الجواب بل يجوز لك هذا. يعني إذا اتبعت إماما من الأئمة وطاب لك أن تتبعه في اجتهاداته، ليس في القرآن ولا في السنة ما يلزمك به. القرآن يقول لك فاسألوا أهل الذكر، أهل الذكر شافعي من أهل الذكر، أبو حنيفة من أهل الذكر، مالك من أهل الذكر، كله من أهل الذكر. ما في بالقرآن آية بتقول إذا اتبعت إماما خلاص إلى الموت لازم تكون أنت متبعه، ما في شيء من هذا. نعم. ولقد كان في الصحابة طبعا ناس لا يستطيعون أن يجتهدوا في استنباط الأحكام من القرآن، كانوا مشغولين بدنياهم، فكان الواحد منهم يطيب له أن يسأل عبد الله بن عباس. يعني إذا قيل له أنت مين والله بتتبعي لك؟ والله أنا مذهبي مذهب عبد الله بن عباس، أنا هذا الإنسان هيك عم بتبعه. طيب بعد حين ممكن يطيب له أن يتبع زيد بن ثابت، عبد الله بن عمر، ما حدا بيقول له لا. نعم. هذا شيء لا شك في هذا ولا ريب، وليس لكن من الذين يخالفون الكلام الذي أقول؟ أصحاب عصبية المذاهب. يعني هذا بلاء كذلك، في ناس نعم عندهم تعصب في اتباع المذهب، هو حنفي ويرى أنه خلاص الإنسان الذي اتبع الإمام أبا حنيفة ينبغي أن يحشر وهو يقول لربي أنا كنت حنفيا وما تغيرت ولا تحولت. لا، هذا شيء مخالف للشرع. نعم مخالف. في من يقول هذا الكلام، ونعم حتى وجد من قال أنه إذا واحد غير مذهبه يعزر، نجيبه بنعزره بنخانقه بنعاقبه. نعم لا، الصحابة ما كانوا هكذا، هذه شأن انتهينا منها. مسألة ثالثة، قال والله أنا لن أغير مذهبي، دائما أنا شافعي، لكنني وقعت في مأزق، هذا المأزق اضطرني أن أقلد الإمام أبي حنيفة بها المسألة بس. طيب بعد جمعة جمعتين ثلاثة وقعت في مأزق آخر اضطررت بسببه أن أقلد الإمام مالك، واضح كيف؟ مع العلم أنه أنا مرتكزي هو الشافعي، أنا الإمام الشافعي هو إمامي على طول، لكن في مأزق من المأزق حصل اضطريت أني أتبع مالك، بعدين صار معي مشكلة ثانية اضطريت أني أتبع أبي حنيفة، بجوز؟ نقول له يجوز أيضا ذلك، بشرط تعرف مذهب الإمام مالك بها المسألة كيف، بشرط تعرف مذهب الإمام أبي حنيفة بها المسألة كيف. هو يعني مو تخطف الكباية مثل ما بيقولوا من رأس المعون وأنت مالك عرفان، لا. فإذا كنت مطلعا على مذهب هذا الإمام الذي ليس يعني مذهبك في هذه المسألة بالذات فلا مانع، بشكل من الأشكال لا حرج، لكن بشرط آخر أن لا تقلد أكثر من إمام بمسألة واحدة. هي لا، يعني مثلا صلاة صلاها، صلى بعض منها تبع الإمام مالك، مسألة ثانية تبع الإمام أبي حنيفة، واضح كيف؟ وبصلاة واحدة بعبادة واحدة أيا كانت، نعم، بحيث كونت منها الصلاة أو منها العبادة حالة لا الإمام الشافعي بيقول فيها ولا الإمام أبو حنيفة بيقول فيها، هذا اسمه تلفيق، هذا غير جائز بشكل من الأشكال. خرج دم من إيده، هو حنفي أنا أهل شافعي، خروج الدم لا ينقض الوضوء. طيب قبل ما يفز لي يصلي والدم خرج، لمست يده يد امرأة أجنبية، قال لا أنا هلا بقى
حنفي، شايف كيف؟ حنفي. وفصلها الصلاة الواحدة في دم وفي لمس، واحدة منهم عند الشافعي بتنقض، الثانية عند أبو حنيفة. إذن هذه الصلاة لا عند هذا صحيت ولا عند هذا صحيت، هذا غير صحيح. هذا مثلا كيف؟ هلا في ناس بيناقشون بهذه المسألة، حتى بعض طلاب العلم مع الأسف، بعض من يسمون علماء، يا أخي هذا غير جائز، لأنك بهذا لم تتبع لا هذا ولا ذاك.